وزير التجارة الروسي دينيس مانتروف كشف عن استئناف اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة خلال زيارته بالقاهرة الأحد المقبل، ويشارك فيها ممثلي 60 شركة روسية لمناقشة ملف الطاقة ومشروعات البنية التحتية في مصر. وقال إنه سيناقش تسليم مروحيات بحرية لحاملتي المسترال المصرية وتحديد موعد إعادة السياحة الروسية لمصر. بنرحب في الاستوديو معنا النهارده بالاستاذ مصباح قطب، مستشار القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. اهلا بيك يا استاذ مصباح. اهلا وسهلا. يعني سؤالي لحضرتك، يعني ليه تاخرنا في ترجمه تقارب العلاقات المصريه الروسيه وترجمناها لاعمال حقيقيه على ارض الواقع؟ طبعا في حاجه ما اتفقناش عليها واتعملت اسرع مما توقع، ان احنا نقلنا سيبيريا مصر، فكلنا هو بنشتكي من البرد الشديد يعني. لكن فيما يتعلق بالمشاريع انا ظني ان احنا متاخرين في حاجات كتير. كان في فتره من الفترات يعني طرح فكره اقامه منطقه صناعيه روسيه في مصر في 2008، ولكن لم يتم التنفيذ. كان في موقف يعني غير موحب من اطراف في مجتمع الاعمال المصري وفي الدوائر الحكوميه اللي تعودت طول الوقت انها تشتغل مع الغرب. ده دلوقتي مش موجود، الصوره افضل بكثير، العلاقات قويه وتسمح. لكن احنا يعني في مصر لسه كتير من الواجب لازم نعمله في مجال تسهيل الاعمال وتحديد الفرص والمشاريع الموجوده. في جوانب شغاله، طبعا احنا اتفقنا اوريدي على محطه الضبعه يعني، وده موضوع شغال. منطقه صناعيه روسيه ده مقرر بشكل نهائي لكن لم يبدا التنفيذ فيه بعد. انا ظني ان الروس ايضا مهتمين بموضوع 1.5 مليون فدان وممكن يساعدوا فيه لان هم عندهم خبرات جيده في مجال الزراعه. لكن الاهم من هذا وذاك انه يعني في تقدير انه الاستثمارات الروسيه هتبان بحجمها لما نخلص الواجب اللي علينا في منطقه قناه السويس. ويمكن الدكتور احمد درويش قال مؤخرا ان احنا جاهزين دلوقتي لتلقي مشاريع في هذا المجال يعني. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني أليكس تيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس على مشروع لنقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان، وذلك خلال قمة عقدت في نيقوسيا. فيما كشفت صحيفة كلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن تصدير الغاز لمصر من حقل ليفيتان، وأن شركة شيل ستنشئ خط أنابيب إلى محطات إسالة الغاز في دمياط ورشيد. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي وأستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس. تحياتي ليك أستاذ رمضان. أهلا بحضرتك أستاذ رمضان. ما تأثير مثل هذا الاتفاق على مصر؟ الحقيقة بس أنا بحب أوضح قبل الدخول في التفاصيل أنه ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يمكن نقل الغاز من حقلي ليفياثان وأفروديت عن طريق اليونان هو مستحيل، هو مستحيل لبعد المسافة ولكون المياه عميقة جدا في المنطقة ما بين تلك الحقول واليونان. والحقيقة لكي نتعرف على أبعاد هذا التقارب الثلاثي المفاجئ بين إسرائيل وقبرص واليونان، يجب أن ننوه إلى التقارب الثلاثي أيضا بين مصر وقبرص واليونان من خلال قمتين ثلاثيتين في 8 نوفمبر 2014 و 28 إبريل 2015. وجميع البيانات الصادرة من تلك القمم سواء مع إسرائيل أو مع مصر تؤكد على ضرورة التعاون لتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة من خلال الاستفادة من ثروات الغاز في البحر الأبيض. والحقيقة أنا بأؤيد بشدة أي تقارب يحقق مصالح مصر الاقتصادية، ولكن يجب ألا يكون على حساب إهدار حقوق مصر في تلك الثروات وكذلك حقوقها لدى إسرائيل. الحقيقة في هذا السياق يجب أن نشير إلى ما يلي، إن إسرائيل استغلت التقارب بين مصر وكل من قبرص واليونان لكي تكون طرف رابع في المعادلة وأن تستفيد من تصدير غاز حقل ليفياثان عن طريق مصانع إسالة الغاز في مصر اللي أشارت إليه الصحيفة الإسرائيلية، وهو أكثر دقة مما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه كل الحكاية إن هم عايزين يصدروا الغاز بتاعهم عن طريق مصنعي إدكو ودمياط. ثانيا، سوف تستفيد شركات البترول العالمية التي ضخت استثمارات تقارب 14 مليار دولار في إنشاء مصنعي الإسالة في إدكو دمياط، والتي توقفت عن العمل بعد توجيه استخدام الغاز المصري محليا وعدم تصديره،
وبالتالي عدم تشغيل مصنعي إسالة الغاز. إذن هناك فائدة مشتركة لإسرائيل والشركات البترول العالمية لو تم تشغيل تلك المصانع. دكتور رمضان أبو اللعلة الخبير البترولي، أنا بشكرك على هذه الإفادة. وننتقل للاستوديو أستاذ مصباح. يعني البعض بيعتقد أو يعني بيعتبر أن هذا الاتفاق ليس ضار وأنه موجه بالأساس ضد تركيا، ما تفسيرك أنت لذلك؟ احنا قدام اكتر من نقطه. اولا هو يعني كلام مبدئي، يعني ما هوش اتفاق بمعنى عقود اوبيمت، لانه زي ما اشار الدكتور رمضان في شبه استحاله في انه يعدي الى اليونان بسبب الظروف التي يتحدث عنها. ولازم نعرف انه علاقه اسرائيل بتركيا قويه جدا، وبالتالي لا اتصور يعني انه العمل بالاساس موجه لتركيا. لكن تفكير الجانب الاسرائيلي في نقطتين، هو في اعتقادي لقى يعني مجموعه ربحانه اللي هي مصر، التعاون بين مصر وقبرص واليونان، فعايز ينضم يقترب من هذه المجموعه، لانه كانت علاقاته بتركيا اوثق بكثير من علاقاته بكل من قبرص واليونان، فمن ناحيه. ومن ناحيه ثانيه بيقول لنا كمصريين يعني ان انا عندي بدائل، لانه الكل تقريبا في اسواق النفط العالميه والغاز عارف انه لا مناص قدام اسرائيل لما تيجي تصدر الغاز بتاعنا انها تجيبه للمحطات المصريه، ومصر طبعا عارفه ده كويس، لكن احنا مش هنستورده بشكل مباشر، هيبقى من خلال شركات اجنبيه تجيبه وتحطه في اماكن الاساله. يعني انا في اعتقادي انه تركيا اصلا يعني كان في مفاوضات في وقت من الاوقات انه الغاز الاسرائيلي يروح لتركيا، تركيا كان عايزاه يمر بقبرص الشماليه، وده شيء مستحيل، يعني دي القبرص الشماليه دي لا يعترف بها حد في العالم الا تركيا نفسها، فاسرائيل مش هتورط نفسها في شيء كهذا يعني. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية 26، وتأتي الزيارة عقب اختيار مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، وتعد الزيارة الثانية للرئيس إلى أديس أبابا، ويجري عددا من اللقاءات أبرزها لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي لبحث أزمة سد النهضة. وفي سياق متصل، تسلمت مصر والسودان وإثيوبيا العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين المنوط بهما تنفيذ الدراسات الفنية لتأثيرات سد النهضة على دولتي المصب. وتضمنت دراستين حول تحديد تأثيرات السد على مصر والسودان. وقالت مصادر بوزارة الري والموارد المائية إنه يجري حاليا مراجعة الملف، وستبدأ الشركتين العمل منتصف فبراير المقبل، ومن المقرر الانتهاء من الدراسة خلال 11 شهرا. أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر عن عدم وجود تغيير في العلاقات الأمنية الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن إجراء تغييرات في المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة لمصر بتحويل مزيد من الأموال لمكافحة الإرهاب والتهديدات الحدودية. يعني أستاذ مصباح، هل يعد هذا التصريح تغير في رؤية الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية تجاه مصر؟ هو غريب شويه ومفاجئ، يعني يمكن انا في تقديري ان هو جاي لانه يفترض ان هيبقى في قدر من التنسيق بين القوى التي تريد التدخل ضد داعش في ليبيا، وطبعا مصر طرف مهم جدا في هذه العمليه، والامريكان اعلنوا يعني انهم يعني هيتدخلوا في لمواجهه داعش في ليبيا، وبالتالي المتحدث الامريكي عايز يقول انه مفيش الموقف في العلاقات مع مصر من الناحيه الامنيه لن يضاف اليه جديد، على الرغم ان احنا قد نعمل معا في هذا المجال، فعايز يقول كده. لكن انا برضه مستغرب شويه من الامريكان بيتكلموا، خلط حاجتين، في فرق شويه بين المساعدات الامنيه لمصر اللي يعني المرتبطه بمعدات لمكافحه الارهاب زي ما كان في مشكله مع الاباتشي الامريكيه واتحلت يعني نسبيا، وتقديم معلومات، ده جانب، والمساعدات العسكريه برضه جانب مختلف، الاثنين مش حاجه واحده الحقيقه. ومصر طول الوقت بترفض ربط المساعدات العسكريه الامريكيه بتبني التصور الامريكي لمكافحه الارهاب، مصر لها تصور واضح إنه مكافحة الإرهاب لازم يكون عمل شامل، يعني إيه، ومفهوم متفق عليه عالميا، ويبقى المجتمع الدولي كله يشترك فيه، ومع المواجهة العسكرية في مواجهات اقتصادية وثقافية واجتماعية إلى آخره يعني. لكن الأمريكان بيشتغلوا بشكل انتقائي، فدي الفكرة يعني. شعبة المستوردين والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة دعت إلى اجتماع عاجل الاثنين المقبل اعتراضا على قرار وزير الصناعة والتجارة بتقييد وحظر الاستيراد من الخارج. وقالت في بيان لها إن القرار يضر 850 ألف مستورد و4 ملايين تاجر وتشريد نحو 20 مليون عامل. من التفاصيل معنا على الهاتف أستاذ أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية. بعد التحية، سؤالي ليك، ما الإجراءات التي تنوون اتخاذها ضد قرار الوزير؟ يا فندم مساء الخير. أولا حضرتك، ده مش أول اجتماع يتعمل، ده الاجتماع رقم 3،
واحنا بنناشد الوزير، وزاره اسمها وزاره التجاره والصناعه، يعني لازم اي قرار يمس التجاره لازم يتناقش في الغرف التجاريه. حضرتك النهارده في قرار صدر 992 والحقه قرار تاني 43، القرارين دول تقريبا شبه وقف تام للعمليه الاستيراديه بالكامل، حاطط شروط حضرتك يا فندم من المستحيل انها تتطبق، يعني حاطط شروط حضرتك ايلاك دي منظمه عالميه لازم عشان افحص فيها لازم يكون المصنع مسجل في المعمل وخلافه، وفحص العينه الواحده بيتكلف مبالغ كثيره جدا، مين هيقدر كده؟ وبعدين حاجه ثانيه عايز ان المصانع تشتغل بالحاجات النظيفه بالغاز بالحاجات دي. كل المصانع او 90% من المصانع اللي في العالم بتشتغل بالمازوت يا فندم، يعني حضرتك النهارده انت بتطالب ان المصانع دي تغير علشان تصدر لمصر. الحاجة الثانية الماركات العالمية، حضرتك النهارده القرار ده فاضل للماركات العالمية بس، يعني النهارده المواطن البسيط اللي على قد حاله النهارده مش هيقدر يشتري الماركة العالمية، هيشتريها ازاي وأسعارها عالية. الحاجة الرابعة حضرتك انت عامل فيه جزء من الاستثناءات، يأسسني جزء أو استثني كل الشروط لأشخاص ليه؟ يا فندم لازم نقعد ونشوف حل، ده احنا 850 ألف مستورد و4 مليون تاجر، ده يا فندم تمثل تقريبا ربع عدد سكان مصر حوالي 20 مليون باللي تابعين ليهم. احنا مش لاقيين حل. وفي اجتماعنا القادم ان شاء الله هيكون يوم الاثنين علشان نشوف حل، وبنطلب بنستغيث بسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنستغيث بيه. نعم وصلت الفكرة أستاذ أشرف هلال رئيس شعبة مستوردي الأدوات المنزلية، أنا بشكرك على هذه المداخلة. أستاذ مصباح، يعني البعض بيرى أن هذه القرارات لصالح الصناعة وآخرون بيروا أنها انتكاسة للاقتصاد المصري، كيف تفسر ذلك؟ احنا طبعا متطرفين طوال الوقت، يعني يا إما يسار يا يمين، فيا إما يبقى كويس قوي وتفيد الصناعة يا إما انتكاسة، والحياة عموما مش كده. يعني يمكن أنا يعني طبعا متعاطف مع ما يقوله الأستاذ أشرف، لو في إجراءات صعبة أو مستحيل إنها تتعمل لا لابد الإجراءات تبقى أبسط وتبقى منطقية، موافقه على هذا الجزء. لكن لا أعتقد أولا يعني برضه خلينا دايما يعني إيه ندقق أرقامنا، ما فيش 850 ألف مستورد، في حاجة فيها الرقابة على الصادرات والواردات اسمها سجل المستوردين والمصدين، المسجلين فيه حوالي يعني حاجة و20 ألف واحد، ف 850 ألف قد يكون إجمالي العاملين في مجال الاستيراد يعني هو لهذا العدد، فأرجو بس ان احنا برضه دي مساله. النقطه اللي بعد كده محافظ البنك المركزي جلس مساء الاربعاء مع عدد من المستوردين ورجال الاعمال عشان يقنعهم فعلا باهميه استغلال هذه الفرصه للتحول الى الصناعه بدل من الاستيراد، لان ظروف بلدنا كده لم يخطر احد لهذا البلد موضوع ندره النقد الاجنبي الموجوده الان، وبالتالي لابد ان نتعامل معها جميعا بروح من الحكمه والتوازن. يعني تنشر المصري اليوم خطة وزارة التموين الجديدة والتي تتضمن توريد 100 سلعة تموينية ل 500 منفذ جملة لصرفها لبقال التموين، ويتم تسليمها للمواطن على بطاقة التموين كسلع فارق نقاط الخبز في أول فبراير المقبل. كشف الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة لتنمية قناة السويس عن مفاوضات مع 7 بنوك لإنشاء مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة بقيمة 5 مليارات و300 مليون دولار على 5 سنوات، وقال إن الهيئة لديها استقلالية في إنجاز الإجراءات والموافقات لأي مشروع استثماري، وأن الأمر لا يستغرق أكثر من 2 يوم مهما كان حجم المشروع. أستاذ مصباح، السؤال هنا، هل يستطيع دكتور أحمد درويش تذليل العقبات البيروقراطية لإنجاز هذه المشروعات؟ أنا بس هستأذن حضرتك في مناسبة وزارة التموين في الخبر السابق، يعني أحب أوي أحيي الفكرة العبقرية والجميلة والبسيطة بتاعت كتاب ورغيف اللي عملتها وزارة التموين وفتحة جناح هي في معرض الكتاب. أي حامل لبطاقة تموينية يستطيع أن ياخد كتب بخصم 90%، وهيبقى في اختيار 1000 واحد الأكثر توفيرا في نقاط الخبز، كل شهر هيروح لهم كتب مجانية بالبريد لبيوتهم. آمل أنها تبقى كتب بسيطة وشيقة وتناسب الأعمار اللي موجودة في الأسرة، يعني لو الأسرة ما فيهاش أطفال ما ينفعش أودي لها مثلا كتب أطفال، فدي يعني أنا شفت ناس كتير قوي معجبين بالفكرة، فحاجة تفرح. يعني ننقل بقى للدكتور أحمد درويش. هنا الحقيقة طبعا دور الشخص طول الوقت في التاريخ وفي المؤسسات وفي قيادات الدول مهم، لكن مش فكرة الدكتور أحمد درويش بس، في قانون المناطق الاقتصادية، هذا القانون يتيح فعلا مميزات جيدة جدا للاستثمار، لأنه بيبسط إجراءات الترخيص والتسجيل وتخصيص الأراضي والجمارك والضرائب إلى آخره تقريبا، يعني فيما عدا حاجات قليلة جدا اللي بيعاد فيها بس لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لكن كل السلطات
يعني المتعلقة بتأسيس أي نشاط موجودة في يد مجلس إدارة. والدكتور أحمد درويش فضلا عن ذلك هو شخص فعلا يستحق التحية، وأنا شايف إن في تقدير كبير من الناس لشغله. يعني كشف مسؤول بوزارة الداخلية استشهاد ضابطين وإصابة 5 مجندين آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بجوار مدرسة بالعريش. وأضاف المسؤول أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث وسرعة ضبط الجناة. صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على طرح دواء جديد لعلاج فيروس سي، وذكرت أن الدواء يستهدف علاج النوع الجيني الرابع الذي يصيب أغلبية المصريين. وكشفت التجارب أن نسب شفاء المرض تراوحت بين 97% إلى 100%. مشاهدينا فاصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أحمد فوزي اكتفى بإعلان بدء مفاوضات جنيف 3 اليوم كما كان مقرر لها، لكنه لم يقدم معلومات عن التوقيت المحدد لبدء المفاوضات وهوية المشاركين بها. والتقى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري في جنيف، وأكد أنه ينتظر ردا من المعارضة السورية بشأن المشاركة في الساعات المقبلة. القائم بالأعمال السورية لدى الأمم المتحدة بعث برسالة إلى الأمين العام بان كي مون يطالب فيها مجلس الأمن بوقف ما أسماه الممارسات العدوانية التركية التي تهدف إلى انتهاك الأراضي السورية، وأكد أن القوات التركية تعبر الحدود السورية وتحفر الخنادق وتنصب الجدران الأسمنتية لدعم الجماعات الإرهابية وتسهيل عبورها لسوريا. يعني أستاذ مصباح، في رأيك أولا، ما رأيك أو ما تعليقك على هذه الاتهامات الموجهة للحكومة التركية، وهل تتوقع رد حاسم من مجلس الأمن؟ يعني هو متهيألي أعمى العقل يعني والضمير هو بس اللي يقول إنه قطر وتركيا مش متورطين في الإرهاب. في يعني مسألة بقت الشواهد القائمة عليها والأدلة أكثر من أن تحصى. لكن الفكرة إنه هي لازم نعرف أولا هي تركيا عايزة إيه من سوريا؟ عايزة تعطل سوريا إنها تستغل الغاز بتاعها اللي موجود في البحر المتوسط، وده لحساب قطر اساسا، ان قطر من اكبر الدول المنتجه للغاز. عايزه تساعد قطر في انها تمرر خط غاز، وده حتى الرئيس الروسي بوتين قال ده على جثتي يعني، فتخلي منطقه في الشمال سوريا لتؤمن المسار اللي هيجي من قطر. عايزه يعني رقم ثلاثه انها يعني تنهب ما تستطيع من موارد سوريا ومن الاجزاء الشماليه منها، يعني طمعا في انها تضيف الى الاسكندرونه اللي خدتها من 60 سنه فاتت اجزاء اخرى يعني. لكن الكوره الان متهيألي في الملعب المصري. مصر وروسيا بصفه خاصه اكثر دولتين في العالم عارفين كويس جدا تركيا بتعمل ايه، واعلنوا هما الاثنين يعني، او مصادر روسيه اعلنت وربما وافقتها مصادر مصريه، انه الفاعل في الطياره الروسيه بتاعت شرم الشيخ يقيم الان في تركيا، ودي مساله برضو الشواهد الكثيره بقت قايمه عليها. فمصر عضو في مجلس الامن وعليها اكثر من الجانب السوري قدرته على التاثير ضعيفه، عليها هي ان تقود هذا الملف في اتجاه صحيح. يعني قتل شخصان واصيب 7 اخرون بجروح في هجوم على مسجد في الاحساء بالمنطقه الشرقيه في السعوديه، وقالت وزاره الداخليه السعوديه ان انتحاريين تمكنا من الدخول الى مسجد الرضا اثناء اداء المصلين صلاه الجمعه، ورصدتهما رجال الامن، وعند اعتراضهما بادر احدهما بتفجير نفسه، وتم القبض على الاخر وضبط بحوزته حزام ناسف. يا علي، يا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر حذر من تمدد تنظيم داعش الإرهابي، وقال إنه استحوذ على مساحات كبيرة ويهدد مستقبل السلم العالمي. في الوقت نفسه أعلن الأميرال البريطاني كلايف جونستون عن تخطيط التنظيم للقيام بأعمال إرهابية في المياه الإقليمية الليبية، في حين أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما توجيهات لمستشاريه في مجال الأمن القومي للتصدي لتوسعات التنظيم في ليبيا. يعني أستاذ مصباح، تعتقد أن هذه بداية أو نواة حقيقية أو لتحرير ليبيا من تنظيم داعش الإرهابي؟
يعني انا لاحظت في الايام اللي فاتت انه يعني في تقدير ان بعض المخابرات الغربيه يعني ايه بتسخن الداعشين اكتر ما هم يعني ايه يعني اشبعوا ليبيا اجراما يعني وتقتيلا وتدميرا لمواردها البتروليه وغير البتروليه. فكون البريطاني يتكلم عن انه يعني داعش تستهدف ايضا الضربات في المياه الاقليميه لليبيا، ده معناه انه بيهيئ الارضيه واخرين لتدخل في ليبيا. لم يعد هناك ممانعه الى حد كبير حتى من المجتمع الدولي وربما حتى من اطراف عربيه ان يبقى في تدخل دولي، لكن كيف يتم ومتى ينتهي بشكل خاص؟ لانه لما اتقتل القذافي وتم تدمير النظام الليبي وموارد ليبيا يعني دخلوا الاوروبيين او الولايات المتحده والاطراف المتحالفه معها ولم نستطع حتى هذه اللحظه اعاده بناء الدوله. فبالتالي اهم من كيف يعني التوافق على الدخول يجب ان يكون معروفا ما الذي سينتهي اليه. والنقطه برضه اللي احب يعني اشير اليها انه في هذه اللحظه بالذات اكثر احنا كعرب يعني اكثر احتياجا الى القوى العربيه المشتركه اللي للاسف يمكن تباطات المملكه العربيه السعوديه في يعني في الدفع بهذه الفكره اللي ترى النور حتى لا تظل الارض العربيه والسماء العربيه مستماحه طول الوقت لاطراف غربيه احنا مش عارفين بالظبط هي عايزه ايه، لكن بالتاكيد مش عايزه مصالحنا كوطن عربي. يعني المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب نشر صورة للوليد بن طلال برفقة شقيقته وصحفية أمريكية تدعى ميغان كالي، وقال إن الصورة تثبت أن الوليد بن طلال أحد ملاك محطة فوكس نيوز. وجاء رد الوليد بن طلال على ترامب عبر تويتر متهما ترامب بنشر صورة مزيفة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال أن المؤسسات الدينية تشارك الحكومات في مسؤولية محاربة الإرهاب من خلال الوقوف بوجه كل من يحاول تحريف الدين لتبرير الإرهاب والعنف، وأشار إلى أن هناك مسلمين من الألبان والعرب عملوا على حماية اليهود من النازيين. الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إنه لولا جهود دولته في محاربة الإرهاب لتشكلت دول وحكومات من تلك الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط لتكون خطر يهدد العالم، مشيرا إلى أن لا أحد في العالم يشكك في جهود إيران من أجل محاربة الإرهاب. أستاذ مصباح، يعني كيف رأيت هذه التصريحات؟ احنا عارفين ان روحاني طبعا بيعمل جولة في أوروبا وفي إيطاليا غطوا له التماثيل، كان موقف غريب شوية العائلية وراح فرنسا، ويعني دلوقتي ايه الايرانيين يعني واخدين فرصه. نعم، علشان المصالح. نعم اكيد بالظبط. فلكن انا بحب الفت النظر الى ما اشار اليه الخبير السياسي الكبير الدكتور ابراهيم البحراوي فيما قاله اول امس بالمصري اليوم داعيا الى اقامه حوار عربي مع ايران، مش بالضروره يبدا بشكل رسمي، ممكن يبدا من مراكز بحوث. وهو بيقول بيعترف ان احنا في لحظه ضعف، ايران في لحظه قوه، وحوار الاقوياء مع الضعفاء دايما نتيجته مش يعني مش مضمونه، لكن في النهايه لابد يبقى في حوار عربي مع ايران. من وجهه نظري بقى إذا يمكن اضافه شويه للدكتور ابراهيم لو اسمح لي، حوار عربي حتى مع تركيا رغم كل ما نعرفه عن العداء التركي وبصفه خاصه من السلطان اردوغان والمجموعه المحيطه به، وحوار ايضا عربي مع اثيوبيا. الثلاث دول دول في الاقليم مهمين جدا ومؤثرين جدا علينا كعالم عربي، وبالتالي من المهم ان نبني تصورا مشتركا لكيفيه التعامل معهم. لكن كن يمكن يعني الرئيس الروحاني بيتكلم عن انه ايران كافحت الارهاب مثلا في العراق وفي سوريا، مش الارهاب بس هو اللي ايه اداه السيطره بتاعت الدول، ايران هي ايضا تستخدم يعني ايه ادوات ايديولوجيه للهيمنه والسيطره، وعملت ده في سوريا وفي اليمن وفي حماس مع حماس في فلسطين. ايضا يجب ان تكف إيران عن استخدام أدوات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن كان مش بينها الإرهاب بس في أدوات تانية غير مقبولة من الإيرانيين أو غيرهم. يعني وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم إلى تصل مكاسب الأسبوع الجاري إلى حوالي 8%، وتتجه الأسعار للصعود للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة على معالجة تضخم المعروض العالمي، في حين استقر سعر الذهب بعد مكاسب الفترة الأخيرة التي رفعت سعره إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر. يعني أستاذ مصباح، سؤال اقتصادي، إلى يعني متى يتم أو يمكن أن يستقر سعر سوق النفط، وهل تتوقع أن يحدث اتفاق دولي لمعالجة هذا التضخم؟ هو الناس مش عايزاه يستقر، هو استقر على المنطقة بتاع 30 دولار وتحت شوية فوق شوية في الفترة اللي فاتت، لكن الناس عايزاه يرتفع لأنه أثر بشدة على دخول عدد كبير من الدول، طبعا منها الدول العربية المنتجة للنفط، وانعكس على حاجات كتير يعني تخصنا كمصر وغير مصر. أنا في تقديري إن في أجواء في الأيام الأخيرة تخلقت تشير
الى انه روسيا قد يعني تتعاون مع الاوبك في مجال تنظيم المعروض عشان تتحسن الاسعار، خاصه طبعا عارفين دخول ايران اثر شويه اكتر وولد ضغوط كثيره في انه العرض زايد يعني. وفي نفس الوقت المملكه العربيه السعوديه اصبحت اكثر تفهما، هي ظلت طول الوقت مصممه على فكره انها لن تتدخل في الاسواق عشان ترفع السعر يعني، لكن الان السعودية تكلفت الكثير وفي عجز زي ما احنا عارفين في موازنتها وسيلت وصول ليها أصبحت أكثر تقبلا. عشان كده أنا رأيي أنه عام 2016 قد يشهد يعني ارتفاع الدولار إلى المنطقة بتاع 35 دولار أو أكثر شوية، لكن لن يتجاوز ذلك بعد 2016 بقى الله أعلم يعني. قائد سلاح البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري اتهم واشنطن بمحاولة التجسس والحصول على معلومات خاصة بالمناورات الدفاعية للبحرية الإيرانية بعد حادثة اقتراب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وطائرة مقاتلة من منطقة مناورات للولاية 94 للتدريبات البحرية الإيرانية. وقال سياري إن أمريكا التي وصفها بالعدو لا تصدق قدرات إيران الدفاعية. أستاذ مصباح، يعني وكالعادة علاقات يعني ليست على ما يرام بين أمريكا وإيران، لكن كيف ترى مستقبل العلاقة بينهما؟ أنا شايف أنها حتقوى يوما بعد يوم، وأن اللي بيحصل يمكن زي ما أشرت مرة يعني مجرد ملاسنات أكتر منه يعني خلافات حقيقية في اللحظة الراهنة. يمكن إذا كنا بنقول يعني أشارنا إلى الجانب الأخلاقي اللي وعيته إيطاليا خلال زيارة يعني روحاني وغطى التماثيل العارية، فبرضه أولاند يعني اتكلم امبارح مع روحاني على فكرة حقوق الإنسان وكذا. أنا نوع من بو العتب كما يقول المصريون، وبالتالي ما تقوله الولايات المتحدة أو يقوله الجانب الإيراني برضه عن أمريكا العدوة أنا أظن أنه كلام للتعمية على المصالح الكبيرة. تمت الاتفاق على أنه إيران هتشتري 129 طيارة يعني من الإيرباص دي بتنتج في الاتحاد الأوروبي، وبالذات يمكن فرنسا وألمانيا من أكثر المساهمين فيها. هي بس مثلا إيران تاخد شوية بوينج من الولايات المتحدة هتلاقي الحاجات كويسة، لكن من المؤكد أن في رهان أمريكي على علاقات أقوى مع إيران على حساب المملكة العربية السعودية وأطراف أخرى يعني. خبراء منظمة الصحة العالمية دعوا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة حمى زيكا نظرا لاحتمال تحولها إلى وباء شامل بعد انتشاره في 21 دولة، فيما تسبب الفيروس بفوضى في البرازيل وانتشر فيها بسرعة كبيرة، بما يهدد أولمبياد 2016 المقرر إقامتها في مدينة ريو دي جانيرو خلال الشهور المقبلة. أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية التي تنظم حفل جوائز الأوسكار أعلنت مشاركة كل من الممثل بينيشيو ديل تورو والممثلة وبي جولدبرغ والكوميدي كيفن هارت والأمريكية تينا فاي والكندي ريان جوسلينغ والمغنية ليدي غاغا في تقديم حفل العام الحالي. مشاهدينا فاصل ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان وحدوا، بيكتب حمد رزق في عدد الغد من المصري اليوم مهاجما الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بسبب تصريحاته التي اعتبرها رزق مستفزة، بمطالبته المثقفين والإعلاميين باحترام أحكام القضاء التي صدرت ضد الإعلامي إسلام بحيري والكاتبة الصحفية فاطمة نعوت، وقال يا ريت يا شيخ خليك في حالك واصلح من نفسك، ولست في مقام تعلو فيه على المسلمين من كان منهم علمانيا أو ليبراليا. يعني أستاذ مصباح، كيف ترى المشهد حاليا بين المثقفين والسلفيين والليبراليين؟ بس أنا عايز أقول للصديق والأستاذ حمدز يعني أن برضو ما نخليش الأستاذ ياسر برهامي يكسب نقطة على حسابنا. هو بيقول احترام القضاء، هل يصح أن احنا نقول ما احترامش القضاء؟ بالعكس، يعني احنا الأكثر حرصا على احترام القضاء. احنا لما بنتكلم على يعني أنه ما يبقاش فيه توسع في استخدام العقوبات السالبة للحرية ضد الأفكار مهما كانت، يبقى فيه طريقة أخرى للتعامل معها. أنا رأيي أن احنا بنفيد السلفيين نفسهم اللي الشيخ ياسر برهامي واحد من زعمائهم في مصر، لأنه السلفيين بالذات في قواعدهم طول الوقت بيرتكبوا الأسام ضد المسيحيين والدين المسيحي. هم عندهم مشكلتين طول الوقت، المسيحيين والمرأة، وبالتالي يعني أنا بعتقد أن احنا بنفيد السلفيين. وفي نفس الوقت ما يدعو إليه حمدز ويدعو إليه المثقفين أنه ما يبقاش في بلاغات من الأصل عشان مثل هذه القضايا تروح النيابات. وأنا من وجهة نظري الشخصية أنه إذا وجدت
يعني ضروره للعقاب. انا بدعو الساده القضاه في مصر وبدعو جهاز العداله على العموم ان يعيد النظر في الكثير من الامور المتعلقه بالعقوبات المقيده او السالبه للحريه. وفي ظني يمكن كتبت ده على صفحتي على الفيسبوك انه يعني الاستاذه فاطمه نعوت لو كان سمت ما يوجب عقابها نديها شهر مثلا انها تروح تعمل خدمه عامه في بيت للمسنين. لو كان سمت ما يدعو الى معاقبه اسلام البحيري نعمل يعمل برضه خدمه تطوعيه تخدم الناس ويحتك بالناس اكتر، حتى هو هيتعلم من الناس كيف يخاطبهم بطريقه مختلفه ويوصل لهم افكار. وبالتالي يعني انا حتى يعني برضه عايز اضيف حاجه يمكن كانت بره شويه ما قال الاستاذ حمدي، يمكن موضوع برضه مختلف عليه بشده في مصر، موضوع الواقي الزكري والقصه المؤسفه اللي قام بيها شابين يعني من غير ذكر اسمائهم. انا حتى هؤلاء رغم ان انا شايفه انه عمل بالغ الاسفاف ولا يمكن حتى قلت انه مش حتى دباحي داعش ما يعملوش مثل هذا السلوك الغريب، لكن لا ادعو الى انه يتحبس هؤلاء البشر. برضو انا مش عايزين لازم نحس شويه بمعنى فكره الحريه. وبالتالي لكن هم ممكن ان يعني يقضى عليهم بان يقوموا باعمال خدمه تطوعيه، وانا بقترح للشابين دول بصفه خاصه ان يقوموا مثلا بغسل الملابس الداخليه للجنود لمدة شهر مثلا في معسكر من معسكرات الأمن المركزي ليعيدوا الاعتبار للعساكر البسطاء والغلابة اللي أهنوهم بشدة. وأنا كنت حاسس إنها إهانة شخصية الحقيقة، فضلا عن أنه ده تم يوم عيد الشرطة وتم بقصد كده ومزاج وهم بيوضبوا العملية يعني. وتحت عنوان السباحة في بحر الفساد يكتب عمر حسنين في عدد الغد من المصري اليوم عن حجم ما كشفته الأجهزة الرقابية والقضائية والوزراء من وقائع فساد تصل إلى المليارات. وقال إن قضايا الفساد الأخيرة كشفت عن فساد مقنن تحت بند مكافآت وحوافز، مطالبا أجهزة الدولة بالكشف عن الفساد وتطهير دهاليز ولوائح الوزارات منه والكشف عنه أمام الرأي العام. مشاهدينا فاصل ونواصل من بعده نشر المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. مجموعة من الشباب قرروا ان هم يعملوا شيء مختلف وان هم يوصلوا الموسيقى لكل الناس في كل مكان حتى في معرض القاهرة الدولي للكتاب. تعالوا نشوف تقرير زميلنا مصطفى عيسى ونرجع تاني. النهارده اوسكاريزما مارشنج باند عشان نعزف الافتتاح بتاع معرض الكتاب. احنا بنعزف مزيكا وبنمثل غالبا من فتره طويله جدا، بس بصفتنا مجموعه مع بعض من 2007. مبسوط جدا ان انا بشارك في حاجه زي كده، ومبسوط جدا كمان ان الناس متفاعله معانا، والاكتر ان احنا نلعب في مكان يعني صعب ان في ناس ممكن تقدر تلعب فيه. نفسنا يبقى في كرنفالات في مصر، يعني فكره يكون في كرنفال والناس خارجه من بيوتهم في يوم معين من ايام في السنه، الناس بيلعبوا، الناس بيفرحوا، وناس بتلعب مزيكا، المزيكا هي عنصر الصوت، وناس بتفرح ولابسه الوان وبهجه، وفي مزيكا، مزيكا جميله هم بيحبوها. ليه ده ما يكونش حاصل؟ لو في حد ممكن يعمل ده في مصر فهو غالبا احنا يعني. Thank you.
لو افترضنا ان العربيه عشان تمشي لازم وقود وبنزين، فاحنا الناس هم الوقود بتاعنا. وجودنا وسط الناس بنعرف ردود افعالهم حالا، في ساعتها بنعرف رد الفعل، فده بيدينا طاقه. الالات اللي احنا بنشيلها دي الات تقيله جدا، بس وانس ما بنبدا نعزف مزيكا بنتبسط، وانس ما الناس بتيجي بنتبسط اضعاف الانبساط اللي احنا بنتبسطه. يعني احنا شغلنا قائم على الناس، يعني مفيش ناس مفيش احنا. وطبعا نحب نسمع تعليق الأستاذ مصباح على هذا التقرير اللي فيه روح حلو قوي. أنا عجبني أول الحقيقة، يعني الفناء الختمة بتاعته، هو بيقول ما فيش ناس ما فيش إحنا. الفن هو دوره كده إنه يسعد الناس، فمن غير الناس تنبسط باللي أنت بتعمليه بقى ملوش قيمة يعني. وأنا عايز أقول حتى تجربة شخصية الحقيقة، إن أنا يعني طوال عام كامل اللي حكم فيه محمد موسى والإخوان مصر لم يعني على هذا المرار الرهيب اللي ممكن الواحد مش ممكن كان يتحمله الا اياد الصنباطي الحقيقه وام كلثوم. ويمكن زملائي في المصري اليوم شاهدين على ان انا كل ليله انا كنت بسهر طول الوقت على جددت حبك ليه وسهران لوحدي، يعني ما اعرفش ليه الاغنيتين يمكن دول. اكيد في غيري كان الى هذا الحد الموسيقى مهمه جدا. النهارده في على موقع سي ان ان بالعربي قريت في عالم امريكي بيقول انهم اكتشفوا من تجارب يعني انه تاثير الموسيقى على الناس اللي محتاجة بعض العلاجات المطمئنة وكده أفضل بكتير من العقاقير. وكلنا عارفين أنه يعني بعض المربي المواشي عفوا عشان اكتشفوا أنها بتعمل إضرار أكتر للبن لما يعزفوا لها موسيقى، فما بالنا بالإنسان بذائقته وحساسيته. فشيء جميل جدا أن يبقى فيه موسيقى وأن يبقى فيه ناس تحبها، لانه برضو احيانا شويه ايه بعض الفرق الجديده بتشتط يعني في الاتجاه غربا، فبيبقى غايب على الناس شويه وعلى الذائقه المصريه. وكمان احب نشوف الوان مختلفه من الموسيقى. وبعدين العلاقه بين الموسيقى والكتاب ايضا علاقه حميمه جدا. الموسيقى بتطلق الخيال وبتطلق يعني بتخلي الروح تحلق فعلا في افاق، والكتاب ايضا بيثير العقل وينير الوجدان في نفس الوقت. طبعا كمان من ناحيه ثانيه ده نماذج لشباب عايزين يغيروا ويعملوا اللي هم حابينه من غير مشاكل، فقط نعم. الفن من اجل الفن ومتطوعين يعني الحقيقه في ظروف الجو كمان الصعبه ده الواحد بيحييهم وحيي الجمهور اللي كان متجاوب معاهم يعني. طبعا مشاهدينا دلوقتي نتعرف على اسعار العملات. دولار أمريكي شراء 7.78 بيع 7.83، يورو 8.45 8.55، استرليني 11.7 من 100 11.23، ريال سعودي 2.7 من 100 2.8 من 100. أما الدرهم الإماراتي شراء 2.11 بيع 2.13. والآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة العظمى 18 الصغرى 8، الإسكندرية 17-11، شرم الشيخ 20-15، الغردقة 20-10، الأقصر 20-6، أما عن أسوان فالعظمى 23 والصغرى 8. مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة، شكرا آية. شكرا لك سارة. شكرا أستاذ مصباح. شكرا جدا. مشاهدينا غدا نشرة جديدة من نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، وبعد قليل تلتقون مع الإعلامي أسامة كمال. تابعتم في نشرة اليوم: عودة السياحة على جدول اللجنة المصرية الروسية، إسرائيل وقبرص واليونان يبحثون إنشاء خط غاز إلى أوروبا، العرض الفني لسد النهضة يصل القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، أمريكا لا تغير في العلاقات الأمنية مع مصر، اجتماع طارئ للمستوردين للتصعيد ضد التقييد الاستيراد، دمشق أنقرة تواصل دعم الإرهاب، داعش ليبيا يهدد مستقبل السلم العالمي، حمى زيكا قد تصبح وباء شاملا، وحمدي رزق يكتب وحدوه.